بدنا نحكي عن التقارب السعودي الإيراني واليوم أثروا على لبنان، منهم من يعول على هذا التقارب بأنه بالأيام المقبلة سيصل إلى نتيجة وربما يغير بموازين القوى الرئاسية. بدي أحكي عن هذا الموضوع ربطا بزيارة ثانية سيقوم بها الموفد القطري إلى لبنان بعد الأعياد، وبموقف المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية كقارئ وكشخص بيستشف المعلومات، السعوديين عم بيقولوا وكلمه بعضه واضح، نحن عندنا مواقف ثابته، عندنا مواصفات ثابته. ولي العهد السعودي، خليني اقول لك شغله، شخص اذا بده يجمع واحد وواحد ما بيقول له بقول دغري اثنين، بيجمعهم واحد مع نصين، واحد مع ثلثين وثلث. عم نحكي عن قائد كبير، وانا اذا حكيت كلمه ما بتغير يعني بالحركه السعوديه. عم نحكي انه اليوم في واقع سعودي عملي جدي مختلف عن عقليه، ما بدي اقول غربيه، عقليه جديده بالعالم. عم بقولوا نحن حددنا مع الرئيس ماكرون بلقائه مع الامير محمد بن سلمان شو المواصفات، ومع الرئيس بايدن شو المواصفات بلبنان، بزولته الخليجيه شو المواصفات مطلوبه لانقاذ لبنان، والبيان الثلاثي اللي انت حضرتك تفضلت وحكيت عنه بنيويورك، فيها المواصفات اللي هي تنقذ لبنان. نعم. خارجوا بدكم تعملوا اي شيء على النقيض لهذه المواصفات، اعملوا بدكم. نحن منا معنيين، لانه نحن رحنا على تفاهم مع ايران وعملنا توازن. ما مقبول باللبناني يضم فيه مثلا فريق منتصر على فريق، فلنذهب الى رئيس بلبنان توافق يرضي جميع اللبنانيين. نعم. هذا الطرح هو وجهه النظر السعودي، ما وحتى يرضي حزب الله، ما طرح لانه في تحرك قطري، ويرضي حزب الله ايضا، يعني يرضي جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب الله، وان لا يكون رئيس تحدي للحزب. السعودي هو مطلوب هون، ما قلت لك ما بدنا نحكي مواقف عامه، مطلوب حزب الله يرضي السعودي. نعم. لانه بالواقع السياسي هلا صاروا يعني في جهدوا انه حزب الله اللي هو راح اليمن وضرب ومر الناس وسب المملكه وقياداتها، عم نحكي بالواقع. نعم. مطلوب كشخص وصل البلد الى هذا الانهيار انه يسلم شوي ببناء دوله برئيس جيد قدير، بحكومه جيده مواصفاتها ناجحه، بالتركيبه الجديده، ويتماهى مع الدوله. ما عم نحكي شعر. طيب، صار في كلام عن انه طاقم السفاره السعوديه في لبنان سيتم تغييره، وسيتم تغيير السفير وليد البخاري، وكان في تفسير لهذا الخبر على انه ربما قد يكون يحمل تغيير بسياسه المملكه. انا سالت بهالموضوع تحديدا، كان الجواب واضح، ومعلش تبع نخبي على العالم، فرجيتك على التليفون تحت الهواء انه الكلام مش دقيق يعني ومش مزبوط يعني. حبيت اقول لك انا سالت بحكم دوري شغلي. ما في شيء اي تغيير، لا نفولك يعني مسؤولون في أنا السفاره، مش نفولك كأنفي، هذا من جمعه الخبر، بس انه لا ما في شيء منه هالموضوع هذا ابدا. ما في شيء، لا قصدي انه السفير بخاري موضع ثقه، مسؤولون في السفاره السعوديه نفيوا لك هذا الخبر. الفريق العمل اللي هو السفير السعودي البخاري مع المستشار نزار العلاولة واخرين، يعني مع مدير المخابرات الحميدان، فريق متكامل يتابع الملف اللبناني، ما فيه تغيير هلأني.